الإعلامية الكبيرة الأستاذة سميرة الدغيدي معنا على التليفون. السلام عليكم يا أستاذة. عليكم السلام أستاذ عبد الناصر. مساء الفل. متأثر، أنا شايفة اللي أنت بقالك 10 دقايق متأثر جدا على الشاشة. خد نصيحة مني، أي فترة صعبة في حياتك اقطع الصفحة دي، ربنا سبحانه وتعالى مدينا كده صفحات كتير في عمرنا، كل يوم جديد في عمرنا هو صفحة جديدة، فالصفحة الأيام الصعبة اللي أنت مريت بيها اقطعها وانساها تماما وابتدي أصلا صفحة جديدة. حاضر. النهاردة يوم فرح، مبروك عليك وعلينا وعلى كل اللي عاملين في الشمس وفي ميديا أبل وفي سكاي، مبروك النجاح ده. يكفينا فخر اللي احنا كنا أول ناس في تاريخ الإعلام المصري والأول مرة من إنشاء بطولة دوري الدرجة الثانية أوسكار الشمس في عامه الأول، احنا اللي حظينا بيه. الحفلة كانت جميلة جدا والناس كانت جميلة جدا، والحضور الكرام. اليوم كان أكثر من رائع، عشان حاجة حلوة قوي طبعا حضور سيادة الفريق كامل وزير، ده فخر لينا كلنا، وسيادة الوزير أشرف صبحي، جمال بيه علام، كل الناس دي على راسنا من فوق. بس كان أجمل حاجة مساندة أبطال دوري الدرجة الثانية صراحة، يعني المساندة دي يا أستاذ عبد الناصر بتصنع المعجزات، مساندة الناس لبعضها بتصنع المعجزات. يمكن أنا وأنا قاعدة أول أمس في الاحتفال، أقسم بالله بما إن أنت تأثرت بالفترة الصعبة اللي كانت في حياتك، أنا مر قدامي تاريخ أصلا حياتي كلها كده وأنا قاعدة في الاحتفال ده. أنا كنت مبسوطة جدا وأنا بساند أصلا، وقناة الشمس كان لها الحظ اللي هي تساند دور المظالم أو دور الدرجة الثانية، لأن أنا عارفة إن ده هيكون حاجة كويسة جدا لرفع الروح المعنوية، وإن هم إن شاء الله بإذن الله هيوصلوا لأعلى المراكز بإذن الله يا رب. المساندة دي جميلة، وخاصة أنا أخص بالشكر في المساندة ده اللي ساندنا جدا كرم بيه جبر، اللي خلانا دايما في سباق مع نفسنا كده، اللي احنا اصلا لا احنا هنكون متميزين وهنكون الافضل، عشان نقول للراجل ده انت لما ساندتنا وصرف في لفظ الراجل، لانه راجل بكل الافعال صراحه يعني. وهتكون قناه الشمس هي القناه رقم واحد ان شاء الله باذن الله، وهي كانت فترات طويله مرت عليها، هي كانت رقم واحد. بما اننا احنا بنتكلم على الكوره وبنتكلم على الشباب واللاعبين والناس الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه، يعني انا بقول لهم رساله صغيره جدا لكل الشباب بقى، خلي دايما في حياتكم في هدف وفي حلم، والله العظيم الاحلام في البلد دي بتتحقق بشكل اكثر من رائع. ما يبقاش حلمك اللي انت تسافر بره عشان تحقق فلوس او تحقق نجاح، لو عملت مجهود نص المجهود اللي انت هتعمله بره عملته هنا في البلد دي، انت هتحقق النجاح المادي والنجاح المعنوي والانتشار وكل حاجه. بس هو حط هدف اصلا وحاول تحقق ده واجتهد، ما تنامش على المخده وتقول انا عندي حلم ومش عارف احققه. كلامي مش هيكون منظم قوي لان انا اتاثرت اصلا بتاثرك انت بتحكي على ال5 سنين الصعبه اللي انت مريت بيها. اي عرقله في حياه اي انسان ما تقفش قدام العرقله دي، خطيها وابتدي اصلا حياه من جديد. لو انت وقفت قدام العرقله دي انت هتلاقي نفسك دخلت في دوامه اكتئاب وبتنهي حياتك اصلا بنفسك. لو عديتها وخطيتها هتلاقي لا بالعكس الدنيا حلوه جدا، وتحقيق والله العظيم البلد دي اكتر بلد يتحقق فيها الاحلام بشكل سهل جدا. كل ما فيها قول يا رب كده وتاكد ان ربنا واتعب وشقى وربنا سبحانه وتعالى هيحقق النجاح بتاعك. والحلم اللي انت بتحلمه الحاجه الثانيه بقى، بما ان اصلا هتكلم على اليوم ده، انا هتكلم اللحظه دي هتكلم في امي. انا وانا شايفه احمد الدويدي قدامي صراحه، انا كنت في قمه اصلا سعادتي وقمه فرحتي
عايزه اللحظه دي، وكان نفسي اقول لكل ام بتشتغل ابدا اوعي تخلي شغلك او وصولك لحلمك ياثر اصلا على اولادك او ياثر في تربيه اولادك، بالعكس اصلا نجاح الاولاد هو اصلا ده النجاح الحقيقي، والفرحه بنجاح اصلا بنجاح الاولاد هي احلى من اي فرحه تانية، وهو ده الكنز الحقيقي. لما ابنك يتحول من انك انت بتكون انت السند ليه، فيتحول في يوم من الايام يبقى هو السند ليك ويبقى هو الظهر ليك، فده قمه المتعه وقمه النجاح. بس كل الناس اللي حضرت بشكر طبعا سيادة الفريق كامل الوزير لحضوره، بجد بجد تشرفنا جدا بوجوده. يمكن اول مره التقي بسيادة الفريق، انا كنت معتقده بقى ان انا هقابل حد صعب جدا وحد بقى يعني الفريق كامل الوزير بقى عارف ازاي، ف والله انسان متواضع جدا وانسان جميل جدا. كونوا فوق الساعتين ونص واقف على رجليه عشان يكرم اصلا ابطال الدرجه الثانيه، بجد شكرا للمسانده، وممكن يكون ده اكبر دعم كان لابطال الدرجه الثانيه. شكرا طبعا لعامر بحسين، طبعا بشكر سياده الوزير اشرف صبحي، بشكر طبعا النائب احمد دياب، كل الحضور اصلا اللي كانوا موجودين انا بشكرهم. كابتن طاهر ابو زيد كابتن طبعا طبعا بشكر والله كل الناس، يعني وجودكم كان فعلا فعلا يعني تشريف لينا ولكل الناس اللي كانت موجوده. استاذ عبد الناصر انت حد جميل قوي وحد مخلص جدا على فكره، اللي انت بتقول اللي ما فيش حد كان واقف جنبك في المحنه بتاعتك اللي ما وقفش جنبك على فكره خسران قوي. انت اضافه لاي قناه، عندك دايما افكار وعندك دايما نشاط، كتله كده اصلا من النشاط والافكار، بحس ان انت ما بتنامش من كتر ما انك طول الوقت عمال بتحلم، والحلو فيك انك بتحلم وبتحقق اصلا الاحلام بتاعتك. انت الفتره الصعبه في حياتك، ربنا يجعلنا دايما يا رب سند لبعض، انت تكون سند للشمس والشمس اصلا تكون سند ليك. ويمكن كل الناس اللي بتعلي دلوقتي عرفوا ان قناه الشمس وشركه ميديا قبل دول هم هي عيله بجد والله، احنا ما في شركه وبقوا ورئيس ومرؤوسين خالص، احنا صح اسره مع بعض، يعني في حب وفي موده وفي خوف على بعض، وفي اصلا كل فرد اصلا في المكان ده يمكن بيحب الخير وبيحب النجاح صح لزميله في العمل، يمكن مش هقول اكتر من حبه اصلا النجاح لنفسه، يمكن لا يعني هو زي بالظبط اصلا لما انت بتنجح. كابتن مجدي عبد الغني اصلا اكيد امبارح اول امبارح كان فرحان جدا، رهم سعيد، احمد سالم، مروه عبد المنعم، بوس الطيار، كل الناس بتحب الخير لبعض، يا رب دايما نفضل كده سند وظهر لبعض. بشكر كل مؤسسات الدولة بجد لمساندتها لينا، بشكر كل حد بيتمنى لينا الخير. مبروك لكل الناس، ويا رب ان شاء الله باذن الله اذكر العام الثاني والثالث والعاشر والمليون يا رب، وربنا يقدرنا ان احنا ندعم الناس دي ان شاء الله باذن الله. خلي بالك بس، كان قلت لهم الاستاذه هتعلن عن مفاجاه قبل ما اسيبك، انا مش عارف ليه الاستاذ جمال مش جايب صور معاكي، يعني انا بعت له كل الصور معاكي، مش عارف واخد مني ليه موقف، يعني مش عارف يمكن يكون عشان الدبلوم اصلا ولا البدله المميزه. الصور بتاعتي مع الاستاذه فين؟ وبعد كده وفين صوره عبد الوهاب، الصوره اليتيمه اللي شفناها لنا عبد الوهاب؟ مش عارفه انا، خلي بالك انا هقسم لحسن محفوظ يومين عشان الزبيون على فكره. تخيل يا استاذه يطلع مركبينها لي بالمقلوب. بالتوفيق يا رب ان شاء الله. لا قبل ما اسيبك النهارده كنا في اجتماع اكتر من ساعتين، وكنا بنتكلم في النسخه الثانيه من الاوسكار، لازم تطمني الناس ان شاء الله باذن الله هيكون بشكل مختلف تماما باذن الله يا رب. يعني لسه كنت بقول لهم احنا على طول قفلنا الصفحه واشتغلنا على النسخه الثانيه من النهارده.
بالظبط كده، ان شاء الله وباذن الله يكون افضل. وهسيبك بقى، اصلا انت هتشرح لهم التفاصيل كلها باذنك يا رب. ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا يا استاذ. بالتوفيق ومبروك، ومبروك لكل الناس اللي في قناه الشمس، مليون مبروك، ويا رب دايما في نجاح، ويا رب دايما قناه الشمس بيك، ويا رب كده في الاعلى وفي الافضل يا رب كده، ان شاء الله باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله المهمه جدا والتاريخيه في هذه الحلقه المهمه. زي ما قال احمد الدغيدي، انت دائما الملهم. الحمد لله بالسلامة يا أستاذ جمال. أهو جاب لنا الصورة يا أستاذة. يعني أنت دائما ملهم للجميع يعني، ويمكن ده دايما بتقولهولي نجمتنا ريهام سعيد وكل الناس أصدقائي هنا في القناة. بصراحة ما في أحد بعد توقيع العقد إلا ما حس إنه هو في دعم لا محدود من حضرتك ومن إدارة شبكة تلفزيون الشمس.